السلام عليكم. في حصتنا اليوم من برنامج تقنيات البناء والإعمار كان لينا لقاء مع مؤسسة متميزة في عالم لاندستري دي موبل ديبوا. هالشركة هذه هي ماتريزين، هي متخصصة ومحترفة في فن الديزاين وبعيدة كل البعد عن كل ما هو كلاسيكي. باش نشوفوا اليوم وباش نتعرفوا على أجمل لموديل وأحدث تقنيات صناعة المطبخ. ربما مش باش تصدقونا لو قلنا لكم أنه في الشركة هذه اللوح يولي بالأرض. كيفاش وشنية الطرق المعتمدة في ذلك؟ نشوفوا مع بعضنا. طارق ماني المدير والمسؤول بالشركة يقدم لنا بعض التوضيحات عن الشركة. شركة باكويزين وقع إنشائها من عام 1993. الاختصاص بتاعها هو في صناعة المطابخ، ومن سنة إلى أخرى قاعدين نحسنوا في طاقة الإنتاج وفي النوعية متاع المطابخ، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للمواطن والمستهلك. تعملوا ديما في كرياسيون جديدة؟ ديما نتابعوا ونواكبوا كل ما هو حاجة جديدة على النطاق الوطني والعالم. بالنسبة للكنكيري اللي موجودة واللي تقع استغلالها بالنسبة للمطابخ، وحتى النوعية متاع اللاكي نقولوا احنا الدهينة، والنوعية متاع البوليساج اللي فما ديما إضافة جديدة، ورب يوفق الجميع. ما كويزين هي جزء من هي مجموعة شركات تكون من شركة للمطابخ والدريسينج، وشركة للألومنيوم وما تابعه، وشركة أخرى لصناعة الأثاث بأنواعه. ونخدم اختصاصنا في أنواع الخشب الطبيعي اللي هو من الشان للكاجو للفران للليروكو، أنواع اللوح الطبيعي. شنو هي الافاق نتاعكم وطموحاتكم وشنو تأملوا انكم توصلوا؟ طموحاتنا اسهل منها ما فماش، هي انه نعطيو نوعيه نتاع المطابخ في مستوى انتظارات المواطن، لا من ناحيه الكاليتي ولا من ناحيه الفينيسيون، وذاك راس بين
وما تكون الشركة هذه وقفت على ساقيها كان على خاطر مواصفات اللي تعطيها كيف ما طلبها الكليون، لا أكثر ولا أقل. وربي وفقته. تعملوا في لحبنا للهينة متاع اللوح طريقة راقية وتكنيك جديدة قلت لك احنا اخر ما تصدر في العالم من ناحية صناعة المطابخ احنا نستغلوا فيه ونقوموا به ونواكبوا ما هو موجود في المعارض الدولية باش نعطيه احسن ما فما للسوق التونسية. وبطبيعة الحال اللي ما يقدمش يوخر، احنا نحبوا نقدموا. والحرفاء والحمد لله ما عندناش اشكاليات اللي تخلينا نوخروا، بالعكس نقدموا، والاضافه اللي قدموا فيها تدعم في الشركه باش تقدم القدام وليس توخر تاني. وربي وفق. المطبخ، وما أدراك ما المطبخ، وخاصة للرجال. أما الحاجة المهمة بالنسبة لربة البيت هي راحتها داخل المطبخ وأثناء الطبخ، يعني الكونفور والأكسسوار اللي يساعدوا المرأة على القيام بواجبها على أحسن وجه. أما بالنسبة لشركة ما كويزين فهي رافعة لشعار ما ميزون ما كويزين، وإذا قلت كونفور يعني ما كويزين، وإذا قلت مودرنيتي يعني ما كويزين، وإذا قلت رفاهة وأناقة ورشاقة يعني أيضا ما كويزين. كل هذا شفناه ولمسناه من خلال تحقيقنا الميداني. ما بقالنا كان باش نقول لكم أنه تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. تحيات نبيل دويك وإلى اللقاء.